السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. معكم حمزة من قناة ميدزيديو. اليوم إن شاء الله راح نكمل التابتر الرابع في مادة الأناتومي. راح نحكي عن تابتر الجوينت اللي هي المفاصل. طبعا نحن زي ما بنعرف إنه هي مكملة للجهاز الهيكلي أو الجهاز العظمي اللي موجود في جسم الإنسان. الفاصل ما بين كل عظمة وعظمة أخرى في عندنا مفصل موجود. راح نتعرف على هاي المفاصل، أهم هاي المفاصل أنواعها وشو الحركات اللي بتأديها هاي المفاصل وبعض التطورات أو بعض الأمراض اللي ممكن تحدث فيها. طبعا بالبداية راح نحكي عن introduction عن المفاصل، بعد هيك راح نشوف تصنيفات بالنسبة للمفاصل حسب الشكل أو حسب الوظيفة، بعد هيك راح نشوف الحركة حوالي المفاصل الزلالية، بعد هيك راح نشوف أنواع synovial joint اللي هن المفاصل الزلالية، بعض المفاصل الزلالية المختصة أو الخاصة، في عندنا الاختلال التوازن بالنسبة لهاي المفاصل، وآخر شيء راح نشوف الديفلوبمنت تطور وتشكل هاي المفاصل. بالبداية introduction عن الجوينت. joint or articulation are site where two or more bone meet. المفاصل هي المناطق اللي بتلتقي فيها عندنا عظمتين أو أكثر، فاللي بيفصل ما بين كل عظمة وعظمة هي عبارة عن joint. They serve holding bone of skeleton together and give the skeleton mobility. بالنسبة للجوينت هن رح يأمنوا الحماية أو حمل هاي العظام بالنسبة للجهاز العظمي، بعد هيك هي رح تأمن لنا الحركة بالاشتراك مع العضلات ومع الجهاز العظمي. They are weakest part of the skeleton. هي أضعف جزء بالجهاز العظمي. Even their structure enable them to resist crushing, tearing and various forces that threaten to force them out of alignment. طبعا زي ما حكينا انه هي اضعف جزء بالهيكل العظمي بسبب انه الاستراكشر تبعها، التشكيل تبعها بيسمح لها انه هي تقاوم التكسير او الانزلاق او القوة اللي بتتحملها هي هاي المفاصل، القوة المطبقة عليها لحتى انها تخرج من المكان المخصص لها، فهي بتقاوم هاي الامور جميعها. طيب بالنسبة لجوينت كلاسيفيكيشن، تصنيف المفاصل راح نصنفهم حسب الستركتشر او حسب الفانكشن. خلينا نبدأ بالستركتشر كلاسيفيكيشن. focuses on the material which bind bone together and the presence of a cavity. طبعا راح يتصنفوا حسب المادة اللي بتربط فيها هاي الجوينت العظام، وراح تتصنف حسب وجود الكافيتي التجاويف او عدم وجودها. اما بالنسبه للفانكشنال كلاسيفيكيشن از بيست اوف اماونت اوف موفمنت، راح يعتمد على كميه الحركه اللي هي بتقوم فيها، هل هي حركه احاديه، حركه ثنائيه، حركه ثلاثيه، هل هي حركه دائريه انزلاقيه الى اخره. طبعا راح نصنفهم حسب الفانكشنال كلاسيفيكيشن الى سينال ثروسز وامفي ثروسز وداير ثروسز. بالنسبة للنوع الأول للجوينت اللي هو سينارثروسيز، بتكون ما فيها المفاصل ما فيها أي حركة، بتكون هي immovable joint، مفاصل ثابتة ما فيها أي حركة. بالنسبة للأنفيارثروسيز هي عبارة عن يعني هي ثابتة ومتحركة بشكل يعني قليل، يعني حركتها قليلة لهاي المفاصل، بنسميها أنفي. أنفي يعني ثنائية الحركة. أما بالنسبة للنوع الثاني اللي هو diarthrosis، هي freely movable joint، يعني عبارة عن مفاصل تتحرك بشكل حر. structural joint. بالنسبة للstructural there are three type من المفاصل، في عندنا ثلاث أنواع، عندنا الفايبرس، عندنا الكارتيليجينيوس، وعندنا synovial joint. الفايبرس زي ما بنعرف اللي هي الأربطة اللي أو عفوا المفاصل اللي فيها، عندنا الكارتيلج اللي هي بتيجي هلامية، وفي عندنا الساينوفيال اللي هي الزلالية. رح نبدأ بأول نوع اللي هو الفايبرس جوينت. بالنسبة للفايبرس جوينت، بوين ار جوينت باي فايبرس تيشو، أكيد من اسمها فايبرس، فرح يكون عندنا عظام مربوطة في بعض البعض عن طريق مفصل يتكون من نسيج ليفي. no joint cavity is present، ما في عندنا أي cavity موجود فيها. أما بالنسبة للحركة اللي بتتم على هاي المفاصل، بتكون عندنا حركة مقيدة بشكل كبير أو بشكل عام no movement. three type، في عندنا ثلاث أنواع من الفايبرس joint. أول نوع اللي هو sutures، عندنا syndesmosis، في عندنا enterosis membrane. في عندنا بالنسبة ل suture found only in skull، عندنا في الجمجمة، زي ما حكينا إنه تكون الجمجمة بيكون في عندنا فراغات ما بين العظام،
عند سن البلوغ راح تلتحم هاي العظام مع بعضها، راح تشكل فيما بينها مفاصل، ولكن هاي المفاصل ثابتة ما فيها أي حركة، بتكون نوعها من مفاصل fibrous، وبشكل خاص هي sutures. And fibrous tissue in adult become ossified and joint are then called synostosis. بالنسبة لهاي الشقوق اللي موجودة في السكال تسمى ما بعد البلوغ، بعد ما يصير في عندنا التحام لهاي العظام بنسميها synostosis، بتكون في البداية هي sutures بنسميها synostosis بعد البلوغ. في عندنا النوع الآخر اللي هو syndesmosis. Syndesmosis bone are connected by a cord or sheath of fibrous tissue. راح يكون متصلة هاي العظام فيما بينها مع بعضها البعض عن طريق شريحة من الفايبروس تيشو، من الأنسجة الليفية، بنسميها ليجمنت. معناته ما يميز هاي الجوينت هي وجود الليجمنت. إكزامبل عندنا الراديوس والألنا اللي هي موجودة في عظمة الساعد، هذول العظمتين بيكون في بيناتهم جوينت من نوع سايندوسموسيز، بتكون عبارة عن شيث من الفايبروس تيشو زي اللي موجودين ايضا بالتيبيا والفوبيلا بعظمة الساق، ايضا بتكون نوعين سينوسموسيز. Another example is called gomphysis. Gomphysis هاي عبارة عن bone are connected in a fibrous socket found only in teeth. في عندنا اللي موجودين عندنا بين الاسنان عندنا fibrous socket زي ما بنحكي عندنا اللي هي المقابض اللي من نوع fibrous بنسميها gomphosis، هاي بتكون موجودة بين الاسنان، فعشان هيك اسمها gomphosis، بتكون موجودة فقط في الأسنان. فالتصنيفات اللي ممكن تيجينا بالامتحانات مثلا عندنا gomphosis موجودة بالأسنان، عندنا syndesmosis موجودة بين الراديوس والألنا أو تيبيا والفوبيلا، عندنا السيوتشر أو السينوستوسيس موجودة بالسكال ما بين العظام. النوع الآخر anterosis الممبرين dense irregular connective tissue between radius and ulna and tibia and fovilla. في عندنا الكونكتيف تيشو النسيج الضام اللي موجود ما بين الريدوس والألنا، هذا بيختلف عن السايندوسموسيس بانه السايندوسموسيس انه عبارة عن ليجمنت بتكون ما بين الريدوس والألنا، اما بالنسبة للانتيروسيس هي عبارة عن ممبرين، هي يعني كونكتيف تيشو، بتكون عبارة عن كونكتيف تيشو نسيج ضام ما بين هاي العظام. فاذا مختصر تصنيف الثلاث انواع من الفايبروس جوينت، في عندنا السيوتشرز اللي هنا موجودات في الجمجمة، في عندنا السايندوسموسيس اللي موجودين هنا عبارة عن ليجمنت موجودة بالريديوس والألنا والتيبيا والفوبيلا، أو عندنا نوع ثاني هو الجونفوسيس اللي موجود عندنا بالأسنان. أما النوع الثالث اللي هو انتيروسيس ميمبرين هو عبارة عن كونكتيف تيشو موجود بين الريديوس والألنا والتيبيا والفوبيلا. هاي زي ما بنشوف عندنا التيبيا والفوبيلا بيكون في عندنا انتيروسيس ميمبرين، هذا الانتيروسيس ميمبرين هو يعتبر النوع الثالث من أنواع الفايبروس جوينت. في عندنا الليجمنت اللي بتكون موجودة ما بين التيبيا والفوبيلا، هاي هون بتكون النوع الثاني اللي هو سايندسموسيس من الجوينت. في عندنا اللي موجودين عندنا بالأسنان، هاي اللي بثبت السن باللثة، بنسميهم من نوع هنا سوكيت فايبرس، بنسميهم جونفوسيس اللي موجودين بجذر السن مع اللثة، اللي بثبت السن مع اللثة. هيك بنكون خلصنا النوع الاول من الجوينت اللي هو الفايبرس. ننتقل الى النوع الاخر اللي هو الكارتيليجينيوس جوينت اللي هي المفاصل الهلاميه او الغضروفيه، عفوا المفاصل الغضروفيه. بون ار جوينت باي هايلاين اور فايبروكارتيليج، نو جوينت كافيتي از بريزنت. اول شيء هاي العظام تتصل مع بعضها البعض عن طريق الهايلاين او الفايبرس كارت فايبروكارتيليج. فايبروكارتيليج هنا عباره عن الغضاريف الليفيه، الهايلاين هي المادة الهلامية، المادة الزلالي الزجاجية زي الزجاج بتكون شكلها. No joint cavity إنه ما في عندنا أي تجاويف ضمن هاي المفاصل. Very little movement، في حركة ولكن الحركة جدا قليلة. بالنسبة للفايبرس ثابتة، الكارتليج شوي حركتها في عندها حركة قليلة. في عندنا نوعين من الكارتيليجينيوس joint، أول نوع اللي هو sign chondrosis وعندنا symphysis، اذا متشابهين يعني شوي قريبين من اسماء الفايبروس جوينت. بالنسبه للنوع الاول هو ساين كوندروسيس، بيكون في عندنا هايلاين كارتليج از بريزنت بتوين ارتكيوليتنج بون، بيكون في عندنا ما بين العظام المرتكزات على بعضهم البعض مفاصل من نوع هايلاين كارتليج اللي هنا غضاريف زجاجيه،
هذا أول نوع من أنواع الكارتيليجينيوس جوينت اللي هو سينكوندروسيس. مثال عليها الفيرست ريب وذ مانيبيريوم، اتصال الضلع الأول من القفص الصدري مع عظم الاسترنيوم بالأخص مع المانوبريوم، راح يكون نوع الجوينت عبارة عن سينكوندروسيس. النوع الثاني هو سيمفيسيس، جوينت از فايبروكارتيليج كفر ذا ارتيكوليت سيرفيس، راح يكون في عندنا جزء بيغطي سطح هاي العظام من نوع فايبروكارتيليج اللي هن الغضاريف الليفية. مثال عليها انتر فيرتيبرال ديسك اند بيوبيك بون ان بيلبس. بالنسبة للمفاصل اللي بتكون ما بين الفقرات بتكون عبارة عن فايبروكارتيليج من نوع سيمفيسيس، او عندنا العظم الحوضي ضمن الحوض، التقاء الكوكسل بون مع بعضهم البعض راح يشكل عندنا مفصل، بيكون هذا المفصل من نوع سيمفيسيس. فاذا تلخيص للكارتيليج جوينت، في عندنا نوعين اللي هن راح يكون عباره سينكوندروسيس جوينت وعندنا سيمفيسيس. السينكوندروسيس بيكون موجود بالضلع الاول مع المونوبريوم، والسيمفيسيس بيكون موجود على الفقرات فوق على السطح تبع الفقرات، يعني فقره فوق فقره بيكون بيناتهم من نوع سيمفيسيس جوينت او بالبيوبيك بون ان بيلبس. راح يجينا بالامتحان اسماء الجوينت اللي موجودين بين، مثلا لما بحكي لنا انه الفيرست ستريب مع المينبريوم شو بيكون عندنا نوع جوينت، فما بيكفي انه نقول له كارتيليجينيوس، لازم نحدد شو هو نوعها، بنحكي له انه سينكوندروسيس والى اخره، فلازم نركز على الاسماء ونعمل لهم تلخيص على ورقه. هاي عندنا مثال على البيوبيك سيمفيسيس، مر معنا البيوبيك سيمفيسيس في الحزام الحوضي في تشابتر السكيليتون. هاي المفصل من نوع كارتيليجينيوس ولكن من نوع سيمفيسيس. هاي عندنا الفيرست ريب بيكون متصل مع المونوبريوم عن طريق غضروف، عن طريق عفوا هاي لاين كارتيليج اللي هو الغضروف الزجاجي اللي نوعه سينكوندروسيس من الكارتيليجينيوس. عندنا اهم نوع من انواع الجوينت واللي راح نركز عليهم اكثر اشي في دراستنا لهذا التشابتر اللي هو الساينوفيال جوينت اللي هن المفاصل الزلاليه. كاركترايزيشن بالنسبه لشكل هاي المفاصل، ارتكيوليتنج بون ار سيبريتد باي ا فلويد كونتيننج كافيتي، راح يكون عندنا اتصال العظام مع بعضها البعض عن طريق كافيتي مملوء بسائل. بالنسبه لحركه هاي المفاصل راح يكون في عندنا سبستانشال فريدوم اوف موفمنت، راح يكون فريلي موفيبل جوينت. فبالنسبة لحركتها راح تكون حركة مطلقة، راح تتحرك بأي اتجاه هي بتحتاجه. Found in all joint of limbs، المفاصل اللي موجودة عندنا في الأطراف هي من نوع synovial، يعني مفصل الكتف، مفصل الكوع، الرسغ، المفصل الفخذي، الركبة، الكاحل إلى آخره، هذول عبارة عن synovial joint. بالنسبة للsynovial joint فيه خمس مناطق او خمس اجزاء، هذول مهمين لازم يكونوا موجودين ضمن المفصل. اول واحد اللي هو articular cartilage اللي هو الغضروف اللي مرتكز عليه العظام، بيكون من نوع hyaline cartilage cover the opposing bone surface، راح يغطي السطح العظمة لحتى يبلش عندنا المفصل يدخل ضمن، او العظمة تدخل ضمن الكافيتي. في عندنا جوينت كافيتي اللي هي عبارة عن مفصل، ان الجو تجويف اللي موجود فيه المفصل filled with synovial fluid، زي ما حكينا انه هو عبارة عن تجويف يحتوي على سائل، فبيكون فيه سائل زلالي. articular capsule، في عندنا ما يسمى بالكابسول ضمن هاي الكافيتي، fibrous double layered capsule، عبارة عن كبسولة لها طبقتين من الفايبرس من الليف. في عندنا synovial membrane، زي ما بنعرف في عندنا اكيد لازم يكون في عندنا غشاء يبطن هاي الكافيتي او هذا المفصل، loose connective tissue line fibrous capsule اللي راح يربط الغشاء مع الكافيتي هو عباره عن loose connective tissue اللي هو نسيج عظام بيكون رخو شوي مشان يسهل حركه هذا المفصل. اهم شيء عندنا synovial fluid اللي هو عباره عن السائل الزلالي اللي موجود في المساحه اللي بتشغل هاي الكافيتي، derived from blood infiltration in synovial membrane، رح يجي هذا السائل من عملية الفلترة اللي بتتم للبلد وينتلي هذا الكافيتي عن طريق synovial fluid. contains hyaluronic acid for renewing the fluid، في رح يحتوي هذا الجوينت على حمض الهايلورونيك لحتى يتم تجديد السائل اللي موجود عندنا في الكافيتي.
هاي زي ما بنشوف عندنا مفصل اللي هو من نوع synovial joint. رح نتأكد انه وجود عندنا الاشياء اللي حكيناها. اول اشي في عندنا زي ما حكينا الarticular capsule، هذا اللي بيكون على الخارج عبارة عن كابسول بيحتفظ او بيحفظ الاجزاء الداخلية. في عندنا الكارتيليج articular cartilage اللي بتكون على السطح البون حتى يخفف من الحركة او يسهل الحركة. وفي عندنا الفلويد اللي مملوء في الداخل، واكيد هذا الفلويد لازم يكون في عندنا عبارة عن ممبرين لحتى يحفظ هذا الفلويد من انه يخرج الى الخارج. فهاي هي الاجزاء الاساسية اللي موجودة عندنا ضمن المفصل الزلالي. Other characterization of some synovial joint، بعض المفاصل الزلالية الأخرى فيها بعض الأجزاء الثانية أو الثانوية، ولكن الأجزاء اللي شفناها قبل شوي هنا أجزاء أساسية. Some synovial joint are reinforced by ligament fatty pad between the capsule and membrane, fibrocartilage disc separating bone، عندنا البورساي and tendon sheath. اول شيء الليجمنت اللي هي الاربطه، ممكن يحتوي بعض السينوفيال جوينت على بعض الاربطه اللي بتساعد على حركته. في عندنا الفاتي باد اللي هن عباره عن بيكونوا موجودين ما بين الكبسول وما بين الممبرين. في عندنا فايبروكارتليج ديسك اللي هن عباره عن قرص غضروفي ليفي موجود عندنا بين العظام زي ما بنشوف عندنا ما بين الفقرات. في عندنا اللي هن البورساي اند تندون شيث، بالنسبة له هو عبارة عن غشاء الوتر أو غمد الوتر الموجودين عندنا ضمن الجوينت. بالنسبة لهاي الأجزاء، الجزء الرابع عفوا، No part of synovial joint but found closely associated with them، هذول ما يعتبرون جزء من أجزاء synovial joint ولكن بيكونوا مرتبطين فيه وبجانبه لحتى يساعدهم في حركته. بالنسبة للبورسايب are bag of fluid to reduce فريكشن، هاي زي المحفظة بتكون مع الجوينت لحتى انها تمتص الصدمات اللي بتصير على المفصل لحتى تخفف من الضغط المطبق عليه. التندون شيث اللي هو غشاء الاوتار is elongated bursa warp a tendon completely، بالنسبة لغشاء الوتر بيكون ملتف على الاوتار بشكل كامل لحتى انه تحميها او تساعد في حركتها. هاي زي ما بنشوف عندنا بالنسبة لغمد الوتر ولغشاء الوتر، عندنا صورة مكبرة لمفصل الكتف، بيكون بجانب مفصل الكتف عندنا عبارة عن البورساي والتندون شيت لحتى يساعدوا من حركة المفصل نفسه. هلا بدنا نشوف اشي يسمى الستابيليتي اوف سينوفيال جوينت، كيف بنحافظ على قوة على ثبات هذا المفصل. في عندنا الأشياء المعتمدة لحتى نحافظ على ثباتية هذا المفصل، في عندنا الارتيكولار سورفيس give minimal stability depending on cavity depth، deep socket give more stability and as in hip joint. طبعا بالنسبة للسطح المفصلي رح يعطينا الحد الأدنى من الثباتية بالنسبة لهذا الجوينت، وهذا الشيء رح يعتمد على عمق التجويف اللي موجود فيه المفصل. فإذا كان عندنا مأخذ عميق للمفصل، هذا الشيء رح يزيد من الاستقرار زي ما بنشوف عندنا في مفصل الهيب جوينت اللي هو مفصل الورك. أما بالنسبة للليجمنت أيضا، كلما كان في عندنا مور ليجمنت أربطة كثيرة ضمن هذا الجوينت رح يكون في عندنا مور ستابيليتي أو هاي ستابيليتي. أيضا في عندنا المسل تون، low contractile activity of muscle at rest، the tendon of the muscle give the most stability force of the joint. طبعا هذا الشيء اكيد كلما كان عندنا كمية من العضلات ضمن الجوينت رح يزيد من قوة هذا الجوينت. movement of synovial joint، الحركة اللي بيقوم فيها المفصل الزلالي. طبعا الحركات او المفاصل اللي ما ذكرناها في النوعين الاولانيات اللي هو الفايبروس والفايبروكارتيليج او كارتيجينيوس جوينت راح يكونوا هن عبارة عن synovial joint، واكثر المفاصل اللي موجودة عندنا بالاطراف هي عبارة عن synovial joint. فشو هي الحركات اللي بتقوم فيها؟ depend on muscle attached with the bone joint، هذا الشيء بيعتمد على العضلات المتصلة مع العظام للمفصل. movement range between، طبعا عندنا الحركات تقسم الى non-axial, uni-axial, bi-axial و multi-axial.
بالنسبة للنان أكسيال في عندنا الحركة اللي هي السليبينج، الحركة الانزلاقية أو بنسميها جليدينج موفمنت. اليوني أكسيال بتكون في اتجاه واحد، الباي أكسيال تو بلان عندنا محورين أو بنسميها أنجولار، أو عندنا المالتي أكسيال اللي هي بتكون في كل الاتجاهات أو روتيشنال. فبالنسبة لأول حركة اللي هي الجليدينج موفمنت أو الحركة النو أكسيال ما بيكون في عندنا أي محور، بنسميها الحركة الانزلاقية. The simplest movement in one plan occur in metatarsal and metacarpal and metatarsals. بالنسبة للحركة لحركة اليد زي ما بنشوف عندنا على جانبي الرسغ، لما نحرك المفصل مفصل الرسغ بتكون في عندنا هاي الحركة بنسميها الجليدينج موفمنت أو الحركة الانزلاقية. في عندنا angular movement اللي هي الحركة اللي بتكون على شكل زاوية، change the angle between two bone، راح تتغير عندنا الزاوية بين العظمتين. في عندنا أنواع من هاي النوع من الحركة، راح ينقسم إلى flexion extension، decrease flexion or increase extension the angle between bone. يعني إذا كان في عندنا لما الزاوية تقصر ما بين العظمتين هذا بنسميه flexion، أو إذا زادت عندنا الزاوية هذا بنسميه extension. flexion يعني إنه بيقرب عندنا عظمتين من بعض فبتقل الزاوية، بالنسبة للextension هذا إشي يعني بيزيد من الزاوية فبتبعد العظمتين عن بعض. زي ما بنشوف عندنا بالصورة example اللي هي bending the head elbow، عندنا الرأس لما عندنا مفصل مثلا الرقبة لما يقرب الرأس من الجسم هذا بنسميه flexion، فالزاوية صغرت ما بين الرأس والجسم، وإذا بعدت بنسميه extension، وإذا بعدت أكثر بنسميه hyper extension يعني أعلى، يعني ابتعاد أعلى. ونفس الشيء عندنا بالنسبة لمفصل الكتف، لما نحرك الإيد في عندنا flexion وعندنا extension، والإلبو اللي هو عظم والإلبو اللي هو مفصل الكوع نفس الشيء في عندنا flexion extension، والرسغ ايضا ممكن نعمل فيه flexion extension، والهيب جوينت عندنا اللي هو مفصل الورك، ونفس الشيء بالنسبه للركبه. في عندنا شيء يسمى abduction وفي عندنا adduction، هذول لازم نميز بيناتهم لانه كثير بيجوا منهم بالامتحانات لانه بيخربطوا في عندنا اول ثلاث احرف. abduction وعندنا adduction. move the origin away and toward، يعني يا اما بنحرك العضو بعيد عن الجسم او باتجاه الجسم، بعيد عن الميديال سيكشن اللي هو المحور او المكان المتوسط بالنسبة للجسم. مثال عليها الفينجرز والتويز اللي هنا الاصابع، لما نحرك الاصابع بعيد عن الجسم او قريب من الجسم. فزي ما بنشوف اذا كان القريب او حركنا العضو باتجاه الجسم بنسميه adduction، واذا بعدنا بنسميه abduction. نفس الشيء بالنسبة للاصابع، نفس الشيء بالنسبة لليد لما نعملها abduction او adduction. في عندنا حركة اللي هي سيركيوم دكشن اللي هي موف الليم اراوند، لما نحرك الرجل مثلا بشكل دائري لما نلف عندنا الرجل هاي بنسمي الحركة بالنسبة للجوينت الهيب جوينت بنسميها سيركوم دكشن. الحركة الثالثة بالنسبة للساينوفيال جوينت اللي هي روتيشنال موفمنت، اللي بتحرك في كافة الاتجاهات. It's a turning the bone around it on axis، لما نحرك العضو او المفصل في عدة اتجاهات حول المحور الأساسي. مثال عليها اللي هي هيومرس أند فيومر بون اللي هي عظمة الفخذ، بنحركها بكافة الاتجاهات، وعندنا عضلة أو عظمة الساعد، فحركتهم راح يكونوا في كافة الاتجاهات إلى الخلف إلى الأمام إلى بشكل دائري إلى آخره. في عندنا سبيشال موفمنت اللي هن حركات خاصة بيكونوا على الجوينت، هاي حركات كثير بيجي منها أسئلة. في عندنا سوبينيشن وبرونيشن اللي هي باك اند فورورد موفمنت، إلى الخلف أو إلى الأمام، مثل الراديوس والألنا. حركة الراديوس والألنا راح تكون عبارة عن سوبينيشن اند برونيشن اللي هي باك فورورد. في عندنا انفيرجن وإيفيرجن اللي هي movement of the foot medially and laterally، لما نحرك القدم وليس الرجل كاملة، القدم بس لما نحركهم إلى الجانب أو إلى متوسط الجسم medially and laterally. في عندنا protraction وعندنا retraction اللي هي anterior and posterior in transverse plan، مثل المانديبلا، لما نحرك عندنا عظم المانديبلا إلى الخلف
او الى الامام، هاي بنسميهم عبارة عن protraction and retraction. فلازم نحن نحفظ بشكل عام انه بس اسم الحركة وشو هي وشو مثال عليها. elevation depression اللي هي superior and inferior، للاعلى والى الاسفل، في فرق ما بين الامام والخلف والاعلى والاسفل. الامام والخلف هي عبارة عن protraction retraction اللي بتصير في المانديبلا، بيشبهها اللي هي supination pronation اللي هي back forward للامام والى الخلف. الاليفيشن ديبريشن هي سوبيريور اند انفيريور للاعلى والاسفل، مثل عندنا الجاو اللي هو الفك، حركه المفصل الفك بتكون للاسفل والاعلى. في عندنا الاوبوزيشن اللي هي تاتشينج ذا ثامب وذ اذر فينجر ات ان ذا سيم هاند، اللي هي لما يلمس عندنا عظم الابهام او اصبع الابهام بيلمس عندنا باقي الاصابع، هاي بنسميها الحركه opposition، انه بيطلع عندنا عن اكثر من محور. هاي هنا بالنسبه للسبيشال موفمنت، هاي عندنا الاليفيشن عندنا الديبريشن، يعني لما نعمل سوبيريور بالنسبه للجاو انفيريور بالنسبه للجاو. بعد هيك في عندنا برودكشن بروتراكشن ريتراكشن، لما نقدم المانديبيلا الى الامام او نرجعها الى الخلف. هاي عندنا الانفيرجن إيفيرجن بالنسبة للتويز أو الفينجرز. في عندنا هاي الحركة الخاصة اللي هي الأوبوزيشن اللي هي لما يلمس عندنا الإبهام باقي الأصابع. في عندنا البرونيشن وسوبينيشن، هاي حركة اليد أو الفوت. هاي بشكل عام عندنا الحركات الخاصة. هاي ملخص لحركات الجوينت، نرجع عليهم سريع ترجعوا عليهم أنتوا، لكن كل الكلام انذكر عندنا بالنسبة لحركات للسينوفيال جوينت. Type of synovial joint. بعد ما تعرفنا على تركيبة السينوفيال جوينت وعلى الحركات اللي بتقوم فيها، سرح نشوف أنواع السينوفيال جوينت. في عندنا أول نوع اللي هو البلان جوينت، بيكون في عندنا flat articular surface، مثال عليه gliding bone in carpals. بالنسبة لهذا النوع من السينوفيال جوينت، بيكون عندنا السطح اللي مرتكز عليه الجوينت عبارة عن flat مسطح، مثال عليها العظام اللي موجودة عندنا بالكاربل في مشط اليد. في عندنا النوع الآخر اللي هو الهينج جوينت، عبارة عن كونكيف كونفكس، يعني محدب ومقعر، عندنا سطوح محدبة ومقعرة ما بين التوبون، مثال عليها الإلبو اللي هي مفصل الكوع. في عندنا النوع الثالث البايفوت جوينت، عبارة عن كونكيال هيد بروترود ان سليف ليجمنت اوف ذا اذر بون، بيكون في عندنا راس مخروطي بيبرز في هاي الجوينت وبيربط مع ليجمنت مع العظمه الاخرى، مثال عليه الاتلس والاكسس الفيرتبرا اللي موجوده عندنا في العمود الفقري، العظمه الفقرتين الاولانيات من العمود الفقري. النوع الرابع اللي هو كوندايلويد جوينت، بيكون عندنا اوفال سورفيس اوف وان بون وذ كونكافيتي سورفيس اوف ذا اذر بون، احد سطوح العظمه الاخرى، العظمه الاولى بتكون عباره عن بيضاويه والسطح العظمه الاخرى بيكون عباره عن تقعر، سطح مقعر بيرتكز عليه الجوينت، مثال عليه الفالانجز والنيل هي الركبه. في عندنا سدل جوينت، بوث بون هاف كونكيف اند كونفكس سيرفيس تو الاو فري موفمنت، بيكون عندنا بالسدل جوينت عباره عن السطحين بيكونوا مقعر ومحدب لحتى يسمح في الحركه، مثال عليها الكاربل والميتاكاربل بون، المفاصل اللي موجوده ما بين الكاربل والميتاكاربل بالنسبه لليد، هاي بتكون عباره عن سيدل جوينت. في عندنا اخر نوع اللي هو بول سوكيت جوينت، اللي هو ماخذ الكره، زي بيكون عندنا كافيتي وفيها زي الكره داخله فيها، اللي هو مالتي اكسيال جوينت وير سفيريكال هيد اوف ا بون انسيرتد ان ا سوكيت اوف انذر بون، بيكون عندنا زي الكره داخله ضمن تجويف، مثال عليها الشولدر اللي هو المفصل الكتف، وعندنا مفصل الورك. هاي عندنا الاشكال، تعرفوا عليهم انتم ودرسوهم، نفس الحكي اللي حكيناه قبل شوي مطبق على الانواع من السينوفيال جوينت. نرجع لهم سريع بس لحتى نحفظ نعرف كيف بدنا نحفظ. بالنسبه لانواع السينوفيال جوينت، عندنا البلين جوينت بيكون موجود عندنا بالكاربلز، الهينج جوينت موجود في الايلبو، البايفوت جوينت موجود بالاتلس والاكسس بالنسبة للفقرات، عندنا الكوندايلويد جوينت موجود عندنا بالفالانجز والني، السيدل جوينت عبارة عن الكاربل والميتاكاربل، بالنسبة للبول سكت جوينت موجود بالشولدر والهيب. ركزوا على اخر واحد لانه اكثر اشي مهم.
selected synovial joint. كيف نحن ممكن نعرف synovial joint أو نحدده؟ لازم يكون في عندنا الخصائص اللي موجودة فيه اللي هي cavity, cartilage, capsule, membrane and fluid. هذول الأشياء أساسيات موجودات في تركيبة synovial joint. synovial joint اللي رح ندرسهم واللي هن أهم إشي ويكون ارتكاز عليهم هن shoulder, hip, elbow, knee. shoulder مفصل كتف, hip مفصل ورك, elbow مفصل كوع, عندنا knee هي مفصل الركبة. رح نبدأ بأول مفصل اللي هو shoulder joint, عبارة عن مفصل الكتف slightly deep in glenoid cavity. هو أول شيء نوعه هو عبارة عن ball socket زي ما حكينا, زي الكرة بتكون ضمن تجويف, فهو موجود عندنا في عمق تجويف الجلينويد. حكينا عن الجلينويد في السكيليتون في chapter السكيليتون. الليجمنت اللي موجودة فيه أول نوع من أنواع الليجمنت أو ليجمنت موجودة فيه اللي هو كوراكو هيوميرال, نسبة إلى عظم الهيوميرال اللي هي عظم العضد. في عندنا جلينو هيوميرال, جلينو يعني جلينويد, هيوميرال عظم العضد, وآخر شيء عندنا ترانسفيرس هيوميرال. هذول أنواع الليجمنت الأربطة الموجودة فيهم. أما بالنسبة لعدد الأوتار اللي موجودين على عضلة البايسبس ضمن الهيوميرال and روتاري كاف تندون, عبارة عن 4 أوتار. هاي بالنسبة للشولدر جوينت. أول إشي في عندنا هاي عظمة الكليفيكال الترقوة. هاي بالنسبة للمفصل زي ما بنشوف. في عندنا البورسة اللي حكينا عنها اللي بتعمل دعم للكافيتي. في عندنا التندون اللي مربوطة بالمسل, هاي عظمة الهيوميروس. في عندنا هاي التندون تبع البايسيبس, هاي عبارة عن تندون للسب كابولاريس. في عندنا كوراكو هيوميرال ليجمنت زي ما حكينا لكم, وعندنا جلينو هيوميرال ليجمنت الأربطة اللي موجودة فيها. طبعا تعرفوا على أجزاء الشولدر جوينت, ادرسوهم واحدة واحدة شوفوهم, بس هاي الأجزاء الأساسية اللي نحن بدنا إياها اللي هي عبارة عن الليجمنت اللي موجودة فيها. وفي عندنا الترانسفيرس, وين موجود الترانسفيرس؟ المفروض يكون هذا هيك بيجي عرضي, هذا الترانسفيرس زي ما حكيت لكم بيجي على شكل عرضي. هاي الترانسفيرس هيوميرال ليجمنت, هاي 3 أنواع من الليجمنت والباقي عبارة عن تندون تربط فيهم. هاي عندنا تندون تقريبا, هاي تندون, هاي تندون, عبارة عن أوتار تربط الجوينت مع العظمة الأخرى. هلا رح ننتقل إلى الإلبو جوينت. هو عبارة عن مفصل الكوع, هو thin capsule allow free movement of the elbow, عبارة عن كبسولة رقيقة موجودة ضمن المفصل لحتى تعطي حرية بالنسبة لحركة المفصل. strong ligament بيكون في عندنا الليجمنت فيه أقوى من الليجمنت الموجودة في الشولدر. الألنر والراديال collateral ligament بنسميهم ulnar and radial نسبة إلى radius والألنا. في عندنا tendon of several muscle, biceps, triceps, brachial and other. هذول الأوتار اللي موجودة عندنا في مفصل الكوع, عبارة عن biceps والtriceps والbrachial tendon. هاي مفصل الكوع زي ما بنشوف عندنا الألنا وعندنا radius. بنكون عندنا الليجمنت اللي هي بتربطها عبارة عن strong ligament موجودة فيها بالإضافة إلى التندون. بالنسبة للهيب جوينت هو عبارة عن مفصل الورك أو مفصل الحوضي, deep acetabulum socket موجود في عمق عظمة الأسيتابولوم. زي ما حكينا عندنا في chapter skeleton تجمع عظمتين ضمن الحوض بعطينا عظمة بنسميها أو مكان يسمى الأسيتابولوم. فيسنت باي راح يتم تثبيت هذا المفصل عن طريق الفايبروكارتيلج ريم كولد اسيتابولار لابروم. راح يتم عندنا وجود حواف غضروفيه ليفيه راح تثبت هذا المفصل. في عندنا ثيك كابسول, الكابسول راح يكون ثيك. اذا قارنا ما بينه وما بين الالبو جوينت راح نلاحظ انه الالبو هو عباره عن ثين كابسول ولكن سترونج ليجمنت. نفس الشيء عندنا several strong ligament موجودة في الهيب جوينت. أما بالمصل tendon of the thigh عبارة عن أوتار بتربطها مع الفخذ. في معلومة نسيت أحكي لكم إياها اللي هي الفرق ما بين الليجمنت وما بين التندون. الليجمنت رح تربط ما بين عظم وعظم, أما التندون رح تربط ما بين عظم وعضل. هاي لازم نحفظها, لازم نركز فيها. اللي هي التندون الأوتار بتكون ما بين المصل والعظام, أما الليجمنت ما بين عظام وعظام. هاي كثير كثير مهم لازم نعرفها.
هاي الهيب جوينت زي ما بنشوف عندنا هذا الاسيتابولوم بيكون في عندنا العظمه عظمه الفخذ داخل هاي التجويف فبيشكل عندنا مفصل الهيب جوينت. في عندنا سترونج ليجمنت وعندنا سترونج تندون تربط مع التايت تايت. بالنسبه لرابع مفصل اللي هو الني جوينت عباره عن مفصل الركبه ذا موست كومبلكس جوينت ان ذا بودي هو اعقد مفصل موجود عندنا بالجسم. زي ما شفنا المفاصل الاولانيه كانت بسيطه وسهله عباره عن تندون ليجمنت كافيتي اند عظام وعضلات. 3 جوينت ار ان 1 عباره عن ثلاث مفاصل ضمن مفصل واحد عندنا انترميديت وعندنا لاترال وعندنا ميديال. بالنسبه للمفصل الاول اللي موجود ضمن مفصل الركبه اللي هو الانترميديت بتوين باتيلا اند فيومر. الباتيلا اللي هي زي ما حكينا صابونه الركبه او العظمه اللي موجوده فوق الركبه حتى تحميها، والفيومر. فالمفصل اللي موجود ما بين الباتيلا والفيومر بنسميه انترميديت المتوسط. اللاترال وعندنا الميديال ما بين التيوبيا والفوبيلا مع الفيومر. هاي ثلاث جوينت موجودين ضمن جوينت واحد. الكافيتي از بارشلي انكلوزد باي كابسول بشكل يعني بشكل خاص او بشكل يعني جزئي بيكون عندنا الكافيتي محاط بالكابسول. اما بالنسبه للليجمنت الني جوينت شو هن الاربطه اللي موجوده ضمن المفصل الركبه؟ زي ما حكينا بما انه هي معقده فلازم يكون في عندنا اكثر نوع من انواع الليجمنت. في عندنا 3 ليجمنت فروم باتيلا تو تيبيا بيكون عندنا ثلاث اربطه من صابونه الركبه الى التيبيا عظمه التيبيا ضمن الساق. في عندنا اكسترا كابسولار ليجمنت اللي هن عباره عن الاربطه خارج الكابسول خارج المحفظه اللي موجوده عندنا ضمن الكافيتي. في عندنا فيبيولار انتيبيولار كولاترال ليجمنت عباره عن اوبليك بوبليتيال ليجمنت وعندنا اركيويت بوبليتيال ليجمنت. في عندنا اما بالنسبه للانترا كابسولار ليجمنت عندنا كورشيال ليجمنت اللي هو الرباط الصليبي اللي موجود داخل المحفظه. هذا الرباط الصليبي زي ما بنشوف عندنا الرياضيين اكثر الاصابات الخطيره بتصير في هذا الرباط فبصير في عندنا مشاكل كبيره. خلينا ننتقل بعد هيك الى الهوموستاتيك امبالانس اوف جوينت المشاكل اللي بتصير عندنا اختلالات التوازن اختلالات اللي ممكن تصير على الجوينت. Joint pain and malfunction can be caused by ممكن يحدث عندنا بعض الألم أو بعض الاختلالات على المفاصل بسبب injuries, inflammatory and degenerative. بالنسبة للjoint injuries اللي هو الجروح أو الإصابات للمفاصل most injury include أول إشي ممكن يكون في عندنا sprains اللي هو الالتواء بالنسبة للمفصل due to ligament stretching or tearing مثل knee and ankle are common sprains. التواء مفصل الركبة أو الكاحل راح يصير في عندنا بسبب تمزق الأربطة اللي موجودة فيها. بالنسبة للسبب الثاني أو الإصابة الثانية هي عبارة عن cartilage injuries involve knee tearing cartilage in aerobic person. بالنسبة للأشخاص الهوائيين بيكون عندنا تمزق للغضاريف اللي موجودة عندنا في مفصل الركبة فهذا من صنف ضمن الكارتيليج انجوريز. النوع الثالث اللي هو dislocations bone are forced out of their position لما تطلع عندنا العظمة من مكانها فهذا بيصير في عندنا تغير في الموقع بالنسبة للمفصل. هاي زي ما بنشوف بعض الانجوريز في مفصل الركبة عندنا تمزق الأربطة هاي مثال عليها لما تتمزق عندنا الأربطة بسبب الالتواء أو بسبب التمزقات. المشاكل الأخرى اللي ممكن تصيب المفاصل هي بسبب الانفلاماتوري and degenerative condition الحالات التنكسية أو الحالات المرضية أو الالتهابية اللي ممكن تصيب المفاصل. inflammatory that affect joint include شو هي الحالات اللي بصير في عندنا inflammatory للمفصل. البوريسايتس اللي هي الالتهابات الكويسية بالنسبة للمفاصل. It is an inflammation caused by excessive stress or bacterial infection. هذا الشيء بصير بسبب زيادة الضغط على المفصل أو بسبب الالتهاب البكتيري. في عندنا التندونايتس اللي هو الانفلاميشن اوف تندون شيت لما يصير في عندنا التهاب بغشاء الوتر. في عندنا الارثرايتس اللي هن عبارة عن التهاب المفاصل وهذا أكثر شيء شائع هو عبارة عن انفلاماتوري اور ديجنريتيف ديسيز هو مرض التهابي أو مرض بحد ذاته. خلينا نحكي عن أهم إصابة ممكن تصيب المفاصل هي الارثرايتس اللي هو التهاب المفاصل.
زي ما حكينا هو عبارة عن inflammatory and degenerative disease. في عندنا نوعين منه، عندنا acute arthritis وعندنا chronic arthritis اللي هو التهاب المفاصل الحاد والتهاب المفاصل المزمن. بالنسبة لالتهاب المفاصل الحاد هو نتيجة التهاب بكتيري bacterial infection. أما بالنسبة للكرونيك أريثرايتس في عندنا ثلاث أنواع منهم اللي هن أوسيتو أريثرايتس، ريماتويد أريثرايتس، and غوتي أريثرايتس. راح نبلش أول شيء خلينا نشوف كيف ممكن يصير في عندنا. هاي عندنا الجوينت بالنسبة للمفصل بيكون في عندنا الحالة الطبيعية. هاي إذا صار في عندنا أوسيتو أريثرايتس راح يتقدم عندنا العظم ويحتك بالعظم الآخر نتيجة تخرب أو السينوفيال جوينت اللي موجود فيها. في عندنا بالنسبة للريموتايد أريثرايتس اللي هو التهاب المفاصل الروماتيزم بيكون في عندنا التهاب في غشاء الساينوفيال جوينت فبيؤدي إلى التهاب ضمن المفصل كامل. بالنسبة للكرونيك أريثرايتس حكينا أول واحد اللي هو الأسيتو أريثرايتس هو ليس مرض التهابي، حكينا هو بس إنه العظم بيتقدم إلى العظم الآخر بسبب الإيجينج بروسيس، عملية إنه الإنسان بيكبر بالعمر، هذا الشيء نورمال وطبيعي. It appears due to imbalance production of enzyme that break down articular cartilage for unknown reason. لأسباب غير معروفة بصير في عندنا اختلال في إنتاج أنزيمات، هاي الأنزيمات بتؤدي إلى تكسير الغضاريف اللي موجودة عندنا ضمن السينوفيال جوينت، فعشان هيك بتقدم عندنا العظم لحتى يحتك في بعض البعض. As the disease process لما يصير في عندنا هذا المرض affected joint may make crunching noise when moving، لما يتحرك الإنسان راح يسمع في عندنا خرخشة بسبب احتكاك العظم ببعض البعض وهذا الشيء طبعا مؤلم جدا. النوع الآخر اللي هو rheumatoid arthritis اللي هو التهاب المفاصل الروماتيزم، هو عبارة عن autoimmune disease مرض مناعي arises after bacterial infection. لما يصير في عندنا bacterial infection وخاصة في bacterial streptococcus راح يصير في عندنا إنتاج الجسم للأجسام المضادة الأنتيبادي، هاي الأنتيبادي راح تهاجم الممبرين اللي موجود عندنا بالجوينت، يعني بشكل شخصي راح ترجع تهاجم الممبرين وراح تعمل inflammatory بالممبرين تبع synovial joint. النوع الثالث اللي هو الغوتي arthritis due to uric acid accumulation in joint cavity اللي هو النقرس، مرض النقرس اللي بيصيب عندنا المفاصل بسبب تراكم اليوريك أسيد على التجويف اللي موجود فيه الجوينت. في عندنا اللايم ديزيز ديو تو بكتيريال انفكشن سبايروتشيتس اوف ني، هذا المرض بيصيب عندنا مفصل الركبة بسبب التهاب بكتيري. هاي بالنسبة لللايم ديزيز سيمتوم، الأعراض اللي بتصير على المريض بالمرض لايم ديزيز زي ما بنشوف عندنا المفاصل بيكون في عندنا احمرار او تورم عندنا بالمفاصل، هاي مفصل الفك عندنا مفصل الركبه بنشوف كيف متضخم انه بصير في عندنا سولو بالركبه. هاي بالنسبه لمريض الروماتيزم التهاب المفاصل شوف كيف المفاصل الاصابع بتكون كيف شكلها وكيف متداخله مع بعضها البعض. آخر إشي عندنا developmental aspect of joint، كيف راح تتطور عندنا وجود هاي المفاصل. joint are formed from mesenchymal cell parallel with bone development by week 8. لما يكون في عندنا تطور العظام راح تتطور معها بشكل متوازي أو على التوازي، يعني مع يعني بنفس الوقت في الأسبوع الثامن من تطور الجنين راح يكون في عندنا تطور للبون معها بيتطور عندنا المفاصل من خلال الخلايا بنسميها mesenchymal. usually joint function will until middle age، بتبلش عندنا المفاصل انه خلص الفانكشن تبعها بيظل مستمر لحتى يوصل الانسان الى منتصف العمر، بعد هيك ببلش تقل الفعاليه تبع الجوينت اذا الانسان ما حافظ على على جسمه من الالتهابات من الاكل من الجو الى اخره. and after that disorder of joint begin to appear، بعد ذلك زي ما حكينا لكم انه المفاصل بتبلش انه تكبر في العمر لحتى يصير يطلع في عندنا مشاكل بالنسبه للمفاصل. هيك بنكون احنا خلصنا chapter الجوينت، بالتوفيق للجميع.